والله طبعا بالنسبة لانطلاقتي في مجال التصميم هي من الأساس، يعني أنا بعتبرها موهبة. يعني من قمت صغيرة، من كنت طفلة طبعا، أنتوا يعني زي ما عارفين هنا في السعودية كيف كانت المناهج، أو لحد الآن كيف المناهج. كان عندنا تدبير منزلي من سنة يا ثالث سلام. تقريبا أو سنة رابع، كان فيه خياطة وفيه طبخ وفيه فنية. جميل. لما تجي حصة الفنية أو بشكل عام المادة حقت التدبير المنزلي، يعني كنت بشوف خلاص إنه يعني كأنه ملاهي، كأنه هي الحصص كان اسمها الأستاذة، نشاط. أيوة، كان يعني بالنسبة لي فرحة بتكون. فمن هنا أنا لقيت نفسي إنه أنا فعلا بحب التصميم، بحب الابتكار، بحب الألوان، بحب البهجة كده والحياة في الألوان بشكل عام، يا سلام. بالذات في التصميم بين التدبير المنزلي في الطبخ وفي ال وال والرسم. ايوه كان بالذات التصميم، انه كيف انا يعني اخترع حاجه او اكون حاجه، اكون رسمه كيف. يعني الحاجات دي من انا كنت صغيره كانت عندي. كان عليها امتحانات الحصص بتاعت طبعا النشاط دي؟ اكيد، وفيها تقييم وفيها نشاطات. ايوه ما شاء الله، يعني وكانت احنا حصتين هنا سبحان في الله. الأسبوع كان لها النصيب الأكبر. اكيد ايوه، يعني الحمد لله. يعني انا دي كانت بدايه انطلاقتي، وطبعا امي وابوي يعني ما قصروا معي نهائي، كانوا ملاحظين انه انا فعلا بحب الحاجات دي، الله يسعدهم ان شاء وابوي الله يا كان رب. بيشجعني شديد، وامي ربنا يحفظهم ان شاء الله بيشجعوني اللهم دائما امين. من كنت صغيره. لهم التحية والله. ايوه، فبلاحظوا انه انا بحب الالوان، بحب الرسم، بحب كده. فبيقولوا لي انه لا انت ما تعملي، لا انت ما يعني تسوي كده، لا ما تبتكري الحاجه الفلانيه، شوفي الحاجه دي اخذي منها فكره. من كنت صغيره لحد دي ما كبرت، والحمد لله.